It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Joko Widodo, President of Indonesia. Your Excellency, you have the floor. الكلمة صاحب السعادة. Yang Mulia, perubahan iklim adalah ancaman. سيداتي سادتي. إن التغير المناخي هو تهديد كبير للازدهار العالمي وللتنمية. التضامن، الشراكة، التعاون، التعاون العالمي كلها أمور أساسية. بالموارد الطبيعية المكثفة التي تتمتع بها أندونيسيا، فإنها تواصل معالجة التغيرات المناخية يوما بعد يوم. قطع الغابات تراجع بشكل ملموس، بلغ المستوى الأدنى منذ 20 عاماً. حرائق الغابات انخفضت ب 82% في العام 2020. أندونيسيا أطلقت إعادة تأهيل غابات المانغروف التي تغطي 600 ألف هكتار من الآن وحتى العام 2024، وهي الأكبر في العالم. أعدنا تأهيل 3 ملايين من الأراضي الحساسة ما بين 2010 و2019، وإن هذا القطاع الذي يسهم بنسبة 60% من انبعاثات أندونيسيا سوف يجعلنا نصل إلى انخفاض الكربون الصافي وإزالته من الآن وحتى العام 2030. في قطاع الطاقة نحقق تقدماً، وذلك من خلال تطوير نظم إيكولوجية للسيارات الكهربائية. نستخدم أيضاً الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال الفيول الحيوي. كذلك نحن طورنا عدد من الصناعات النظيفة والخضراء، بما في ذلك محمية صناعية خضراء كبيرة في شمال كاليمانتان. ومع ذلك هذا غير كاف، فنحن بلد ينطوي ويضم الكثير من الأراضي والغابات الخضراء، ولدينا إمكانيات إعادة تشجير وتخضير هائلة. نحن كبلد فيه بحار شاسعة وواسعة وقدرات كبيرة على حبس الكربون، نحن دولة بحاجة إلى الدعم والمساهمة من الدول المتقدمة. أندونيسيا ستواصل جمع الموارد من أجل تمويل المناخ، وذلك بشكل ابتكاري، مثلا التمويل المختلط، الأسهم الخضراء والسكك الخضراء. كذلك إن تمويل المناخ من جانب شركائنا من الدول المتقدمة يسمح لنا بالتكيف والتخفيف. نحن الدول النامية. أندونيسيا بنفسها ستكون قادرة على المساهمة بهدف الصافي الصفر للانبعاثات. السؤال هو إلى أي مدى ستكون مساهمات الدول المتقدمة هامة؟ ما هو نوع التكنولوجيا التي ستنقل؟ ما هي البرامج التي يمكن أن ندعم فيها من أجل الوفاء بأهداف التنمية المستدامة التي أعاقتنا في تنفيذها الجائحة؟ وبعد أسواق الكربون، تسعير الكربون، كلها يجب أن تكون جزء من الجهود المبذولة من أجل معالجة الكربون. النظم الإيكولوجية لاقتصاد الكربون يجب أن تكون شفافة وتشاركية وعادلة. لذلك سيدتي سادتي، لا داعي في إلقاء اللائمة على بعضنا البعض، ولا فائدة من أن ننتصر في عالم يغرق. ختاما، باسم الدول المنتدى الجزري أود أن أتمنى لكم جميعا مؤتمرا ناجحا، وسنواصل دعم التعاون البحري والعمل المناخي من خلال خدمة الاتفاقية الإطارية. شكرا. شكرا. أود أن أرحب بصاحب السعادة السيد وافيل جون تشارلز رام كالاوان، رئيس جمهورية السيشل. صاحب السعادة، لكم الكلمة.